أنا ما أهتمت القدس، القدس اللي باعوها، باعوها تركوها لليهود. شوفوا أنا بدأت قصتي أيام ما ترامب قرر ينقل السفارة إسرائيلية، إسرائيلية للقدس، القدس مصر الرسول. صحيح أنا من الصدمة مستغربين منكم، كيف هنت عليكم القدس؟ كيف بدكم تصوموا في رمضان؟ كيف بدكم تقضوا صلاتكم؟ كيف بدكم تواجهوا ربنا في صلاتكم؟ والقدس فرطتوا فيها، بعتوها، ما سمعناش منكم حدا حكى ولا استنكر ولا أخذ خطوات جدية لنصرة القدس. انزلوا على شوارع غزة وشوفوا كيف منظر الناس، شكل الناس. يا خسارة، احنا بكل الأحوال عملنا اللي علينا ومش هنسكت. كل اللي بدي أقوله أنا كلمتين تنتين، سامحنا يا رسول الله، احنا ما قصرنا، لكن العرب باعوا، وباعوا المصرى، باعوا الأقصى أولى وقبلتين، باعوا ثالث الحرمين. احنا عمرنا ما حنفرد في الأقصى، ولكن الأقصى مش لفلسطين وبس، الأقصى لكل المسلمين. عيب، لازم تعملوا حال. أنا بعرف إنه القصة أكبر منه ومنهم، ولكن فيش حد بضيع ورا حد بدور عليه. على كل الأحوال احنا عرفنا لمين بدنا نحكي، واجبكم انتو توصلوا رسالتي، كل حدا بتشوفوه يوصل رسالتي، واجبكم توصلوا الفيديو إله، لأنه أنا حستهدي المعارضة في أمريكا اللي سايبين ترامب يعطي ما لا يملك إلى من لا يستحق. القدس إلنا، وفلسطين لمين؟ موضوع فلسطين فيش فيه جدل، فلسطين عربية. لازم تشاركوا الفيديو، 70 عام من النكبة وما زلنا بنقدم، شهيد ورا شهيد، جريح ورا جريح، أسير ورا أسير، وراح نضل. لازم توصلوا رسالتي، ما لازم تلقط. استودعكم الله. كرامتي.